مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم على القناه الوطنيه. كل شيء المستطيل الاخضر هو حقيقة الميدان، هي كل شيء، دونك لازم نكونوا معلومة الأكيدة أنه الأمنيين تشكيل الأساسي. هذه كرة طويلة من بدران للشتي داخل منطقة الجزاء، هذه الكرة الأولى الخطيرة للترجي ويتدخل دفاع النادي الإفريقي عن ظن أقرب محمد علي بن رمضان، خطأ التنفيذ ترجع الركنية الأولى، الفريقين كرة النسيم بن خليفة، تدخل رودريغ كوسي وأمير لوسيف يمنع الإفريقي. هذا نسيم بن خليفة اللي خذا مكان طه ياسين الخنيسي، هذا اللي عاد الصعود بالنسبة لسامي الهمامي. أمامه خليل القصاب، أنيس البدري يستعد للتصويب، أنيس البدري يقوم بالمراوغة، يسدد ولا التدخل الدفاعي من سامي الهمامي. سامي الهمامي يحول دون وصول الكرة لمرمى عاطف الدخيلي، مرمى كان في مكان مناسب والترويض ممتاز، تحرك حمدي النجاز جاب الاخطر على الجهة اليوم. أكيد أمير لوسيف على سامي الهمامي. الترجي حمدي النجاز، غيلان الشعلان، غيلان داخل منطقة الجزاء، التمرير الغيلان الشعلان، غيلان هذه كرة عبد الرؤوف بن غيث. بن غيث يسوي مرة أخرى الدفاع لعبد الرؤوف بن غيث، يرجع الشعلالي التمرير داخل المنطقة للمرزوقي، يحاول المراوغة والانزلاقية ناجحة من سامي الهمامي، وترجع الكرة من عزيز القاسمي، وهذه عملية أخرى والإعادة للمرزوقي والانزلاقية من سامي الهمامي دون أن يرتكب الخطأ. منذ بداية المواجهة، منذ بداية الدربي، تصويبة من فيها خليل شمام، فادي بن شوق، رائد الفادع، جان سيدريك قبو، محمد أمين بن حميد، بن وإياب. أن الموسم الماضي إن شاء الله تكون الأهداف حاضرة اليوم في مباراة قمة الكلاسيكو، النادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي. لدفاع النجم البنيني اللي وقع تجربته أيضا في محور الدفاع، ولكن المباراة الثانية على التوالي موجود في التشكيلة الأساسية كمتوسط ميدان دفاع، وهي الخطة الأصلية للبنيني. رودريغ كوسي، كرة توصل للدفاع والمخافة بعد حوار بين سليمان كوليبالي وسامي الهمامي في ثمانية. محمد إيب المساكني إلى كوليبالي، كرة توصل لمرت إلى عمر كوناتي في اتجاه محمد إيهاب المساكني، وتدخل الإفريقي. غازي عبد الرزاق يستعد لتنفيذ ضربة المخالفة من جانب مخالفة للنادي الإفريقي. عزيز القاسمي والرأسية من النادي الإفريقي من سامي الهمامي، أول محاولات وأول تهديد للحارس أيمن البلبولي. هاي الإعادة، عزيز القاسمي يرفع الكرة والرأسية من سامي الهمامي محاذية لمرمى أيمن البلبولي. قلت المباراة يعني ضربة الجزاء الرابعة بالنسبة للنادي الإفريقي، لصفر ضده الأولى. كلاسيكي، هذه كرة لإيهاب المساكني، التمرير أجدي كشريدة، وممتاز دفاع النادي الإفريقي، خطيرة النجم الرياضي الساحلي، اقترب من مرمى المثلوثي داخل منطقة الجزاء، ممتاز أيمن المثلوث، سامي الهمامي بالراس والمثلوثي يتصدى. الإفريقي قلنا تحسن أداؤه، الإفريقي يضغط، الإفريقي يقترب من التسجيل بعد قبوله للهدف في ذي رأسية سامي الهمامي، وتصدي أيمن المثلوثي اللي أكدوا أن الكرة لم تتجاوز الخط النهائي للمرمى. واضحة 100% أنه الكرة تلمس رأس مرتضى بن والناس، ترجع من جديد لسليمان كوليبالي. 14 قلت كلاسيكو، بالكلاسيكو بتاع اليوم 18 كلاسيكو حاضر فيه الأهداف بالنسبة للنجم الرياضي للساش 2012 تحديدا الجولة 11. قلت ننتظر ردة فعل من جانب النادي الافريقي، وهي الاصابة ممكن تعمل. قاعد يصعد، يحاول يساند، والدليل والتأكيد من خلال التصويبة الأخيرة لظهير أيسر النجم مرتضى بن والناس. تحية أيضا لبسام، بعد قليل
تنطلق الفترة هذه بالمتلويسة. أكيد باش نحكي رفقي اليوم على الدفعة اللي تلعبت يعني اتحاد التاوين كان انتصار في انتصار زوز هزائم وزوز تعادل. النادي الافريقي في الدقائق الأخيرة في انتظار الفرص السارحة للتسجيل أو مرمى مروان برايك كيمي. منذ البداية ما كان علاء الدين قمش هذه التغييرات وزيادة البكوش مكان إيهاب المرزوق والتكتيكية خاصة بين الأسعد الدريدي وقيس اليعقوبي. عليها قبل ذلك هذه هجمة للنجم الرياضي بالمتلوي كرة خطيرة البرهان الحكيمي. الحكيمي شيعمل برهان الاتفاتي يتدخل دفاع النادي الافريقي. يتدخل سامي الهمامي يقطع الكرة والركنية لفريق النجم الرياضي بالمتلوي. بدأت الكرة من الباكوش للحكيمي العرضية امامكم على الصورة من صامويل اتفاتي النيجيري ويتدخل سامي الهمامي. تسجيل ضربة الجزاء من قبل النجم المتلوي عن طريق قيس اليعقوبي من جانب نجم المتلوي. ترجع الكرة من النادي الافريقي والكرة تماس يكون نصر الله واسم مع النجم الرياضي بالمتلوي. ترجع الكرة يهاجم النجم الرياضي المتلوي ظهر المدرب قيس اليعقوبي. جماهير النادي الافريقي لا حدود له تلعب بالشبان تلعب بالمنتدبين ما تلعبش بالمنتدبين. لحد الان بالنسبة لنجم المتلوي ترجع الكرة فرانك سيدريك في التوزيع والابعاد الخطر من سامي الهمامي امامكم على الصورة اللاعب السابق لنادي كرة القدم بالحمامات. هاي الاعادة بالصورة والتدخل قدام الحنزولي من سامي الهمامي يحط الكرة في الركنية. كرة من وسام يحيى الى امين العجيمي مباشره لسامي الهمامي البحث على باسيرو الايمن وقت اللي كان اسعد التريدي عنده مشاكل على مستوى الجهه اليمين وعلى مستوى الجهه اليسار وهذا شفناه في الكلاسيكو ضد النادي الرياضي الصفاقسي وقت كظهير ايسر نعرفوا القصاب متوسط ميدان دفاعي وادم الطاوس مهاجم. ترجع لمورتو برهان الحكيمي برهان الحكيمي يبحث عن المرور يتدخل سامي الهمامي ثابت لتصفيات الشان كان موريتانيا 2001 دور اخر. ترجع من جديد باتجاه فرانك سيدريك سامي الهمامي بالراس برهان كره في اتجاه فؤاد التيمومي اختيارها للنجم الرياضي بالمتطور العرضيه تضرب في سامي الهمامي والركنية لأبناء قيس اليعقوبي أمامكم على صورة سامي الهمامي سيدريك أبو جو بعد تدخل سامي الهمامي جو من رواق اليمين حاول المرور هذه اختيرة برهان الحكيمي لتصويبة ويتدخل الدفاع تلوي مروان برايك وهذه المحاولة الأخيرة أمامكم على الصورة ميري بين قلعة الأجداد السي اس اس وفريقي في مقارنة بالمباراة الفارطة في ملعب حمد العويني بالقيروان. زوز تغييرات على مستوى التشكيلة الأساسية هذه الصفاقسي الكرة دائما ترجع للنادي الإفريقي سامي الهمامي واسكندر العبيدي شكله ثنائي محور الدفاع جناح أيمن اليوم محمد سولة لعب عنده إمكانية كبيرة يعمل المراوغة الأولى والثانية ويوزع والدفاع يتدخل دفاع النادي الافريقي بعد كرة إلى تمام بين النادي الرياضي الصفاقسي والنادي الافريقي والتقدم مازال آني هدف مقابل صفر هدف في راس شوات منذ الدقيقة السادسة. ترجع الكرة باسيرو كومباوري على مستوى الجهة اليمنى لهجوم النادي الصفاقسي في راس شوار يمشي معاه محمد سولة لكن تتفك الكرة وطبعا سوء تدري هذه الصفاقسي من نور الزمان الزموري طويلة في راس
شوات ياخذها دفاع النادي الافريقي، ومباشره من سامي الهمامي يعمل المراوغه بمهاجم نادي صفاقسي يرجع بالكره. نادي صفاقسي حاول بعد الهدف عن طريق الدوره هذه في توات في راس شوات، في راس شوات يدور بالكره في راس شوات يلعب مع محمد سولة، تقص من سامي الهمامي، سامي الهمامي والحكم ينبه على الملعبيه. شوات يدخل منطقه الجزاء في راس شوات، في راس شوات والتدخل من سامي الهمامي، وكان سحب الهدف منذ الدقيقه السادسه لفائده النادي الرياضي. اكيد في فورمه شوات سيكون متقدمه في النتيجه بهدف مقابل صفر، ورغم صغر السن الاغلب الملاعبيه نتاع الافريقي يتمكن الفريق مرتيري في الجوله الافتتاحيه 2-1 وتعادل مع اتحاد تتاوين دون اهداف. النادي الافريقي تعادل في المباراه على الشبيبه بهدفين مقابل هدف يوم الاربعاء، والكره عند في شوات على هجوم للنادي صفاقسي. في راس شوات يخرج كره لكن يتفطن دفاع العبيدي، اسكندر العبيدي نفذ المخالفه، يطلع سامي الهمامي ترجع قدام ياسين الشماخي، الشماخي فوق المرمى. افريقي برشا في الفتره الثانيه من ياسين الشماخي، عوده الفورمه لهذا اللاعب ياسين الشماخي اللي كان رجل المباراه. تمشي الى الليبي سولا، سولا الى محمد بن علي، والتدخل من سامي الهمامي، كانت الكره في يد الهمامي يحط الكره في التماس لفائده